السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه هو افضل سماد لنبته البوتس؟ هنا انا هقدم لحضرتك افضل سماد انا جربته لنبات البوتس، وهو عباره عن احماض امينيه مع نيتروجين ومع برون، وخاصه في فصل الشتاء هو ممتاز، وفي فصل الصيف برضه فصل الصيف ممتاز، على مدار العام ممتاز. هنرشه وهنسقيه لنبات البوتس ونتابع مع حضراتكم النتيجه داخل الفيديو زي ما تعودنا. طيب بيترش بمعدل 200 ل 300 ملي لكل 100 لتر مي، يعني اللتر هيكون على درامير او على متوسط 400 لتر مي. هرج السماد الاول كويس، بعد كده هنا ده شكل الاحماض الامينيه، هاخد 10 ملي، ال 10 ملي هضيفهم على 5 لتر مي. الرشاش اللي عندي او العبوه اللي عندي 10 لتر، انا عبيت نصها اخدت 5 لتر، هضيف عليهم ال 10 ملي. بعد كده هقلب بشكل جيد، بعد كده هعبي الرشاش. طيب ايه هي الخضروات او المحاصيل او النباتات او الاشجار اللي انا هرش ليها الاحماض الامينيه مع النيتروجين؟ لكل ما هو محتاج منه نمو خضري هرش له او هستخدم له الاحماض الامينيه مع النيتروجين. زي ما تعودنا قبل ما نسمد اي نبات بنرتب النبته عندنا كل النموات القديمه، الافرع اللي ميته اللي هي منهاش فايدة بنشيلها، والهدف من الخطوة دي هو ان انا اخفف على النبات واعطي فرصة للنمو الجديد. كل الفروع اللي ناشفة واللي ميتة واللي مفيش فيها اي براعم كلها بشيلها، وبعد كده لو عندي اوراق ميتة برضو نفس الشيء بتخلص منها بشيلها، لو عندي براعم زي كده وارد ان يطلع فيها نمو جديد فبالتالي بتركها، وارد ان يطلع فيها جذور فبالتالي بتركها عشان استفيد منها. اذا ما فيش فيها نمو جذور وما فيش فيها اي نمو براعم ولا جذور فبالتالي بقصها زي ما شفنا. الخطوه الثانيه والخطوه المهمه واللي محمد عيد دايما بيعمل معانا مشاكل عليها، الا وهي تنكيس سطح التربه، تقليب سطح التربه، وخاصه قبل عمليه التسميد. فقلب سطح التربه كويس، وبعد كده هاخد المحلول اللي انا حضرته وارشه، هرش النبته بنفس الطريقه وهغسلها غسله جيده بنفس الشكل. هنا احماض امينيه مع نيتروجين، وهنشوف هو ده السماد الصح، السماد المناسب لنبات قلب عبد الوهاب ولا فيه سماد افضل منه. حاضر اروي، وهروي نفس الكميه اللي احنا متعودين عليها في الطبيعي لري النبات بنفس الطريقه. لو لاحظنا هنا هنلاقي النبته بتنمو بشكل جيد وعندي اوراق جديده كتير، واصبح وضع النمو عندي ما شاء الله ممتاز جدا جدا، في عندي نموات كتيره جديده. هستمر على ترتيب النبته، وهنا لو لاحظنا هنلاقي بدا ينمو المجموع الجسمي في الاصفر، ده حلزون اللي بياكل الورق دي حلزون، احنا مش موضوعنا، لكن احنا موضوعنا هو موضوع النمو. النبته بتنمو بشكل ما شاء الله ممتاز جدا جدا، ووضع النبته ممتاز جدا جدا. لو حضرتك شايف انك استفدت من محتوى الفيديو ما تنساش محمد عيد بدعوه طيبه، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومه مفيده، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاه العلم تبليغ، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.